انا كنت شايف كويس قوي ايه اللي ممكن يحصل، شايفه كويس قوي، وشايف الخطر وشايف الترتيبات وشايف كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى. وعشان كده لما بقول الكلمه ديت كتير من الناس يقول يعني ليه يعني طب ما انتوا عملتوا، طب ما كلنا والكل بيعمل، طب ما الكل بيحاول يحمي بلده والكل بيضحي برضه. انا مش بتكلم على مصر، بتكلم على دول تانية. لكن هو اراد ان الدوله دي بناسها بكل شهيد من كل اسره مصريه يكون هو يعني الساتر الحاجز اللي بيقدم نفسه عشان احنا كلنا نبقى بخير وسلام، وربنا اراد ونجينا منها. طب بعد ما نجينا من ده كله حد يبقى قلقان من حاجه تانيه؟ ممكن؟ لا لا مش ممكن. فما فيش خوف ولا قلق، اولا لان احنا الكلمه دي بقالي كتير ما قلتهاش، بندير الامور باخلاص بامانه بشرف في وقت عز فيه الشرف. فأنا مش قلقان وعايز أقول لكم كلكم ويخليكم، وإحنا بنحبكم جدا، بس اسمعوا أقول لكم اوعوا أبدا كلكم حد فيكم أبدا يقلق أو يخاف من بكرة. بكرة بفضل الله سبحانه وتعالى، اللهم آمين، أحسن من النهاردة، ولازم تكونوا متأكدين من كده. افتكروا 2013 وانتوا تعرفوا ان اللي انا بقوله ده حقيقة. هو كان ساعتها اللي موجود فلو انتوا افتكرتوا الوقت دوت الصعب وعرفتوا قد ايه ان احنا كنا في خطر شديد جدا، خطر شديد والله. خلي بالكم انا بعت المنيا هنا وبني سويف في اعقاب اللي حصل ومحاوله الاعتداء على الناس هنا وعلى الكنائس وعلى الكلام ده، في قوات اتوجهت في خلال 10 ساعات عشان تحمي وتأمن الصعيد من محاولة التدمير والتخريب والتضييع، وإن هم يشعلوا فتنة ويعملوا حرب أهلية في مصر. اللي نجى ده كله، ولما تفتكروا الكلام ده أنا مش بفكركم بيه عشان أي حاجة، أنا بدلل على إن ربنا سبحانه وتعالى وقف معانا وحمى الناس الطيبة البسيطة ديت اللي هي زي كل أسرة بشوفها، مش في المنيا بس، في كل حتة في مصر، نجاهم وأمنهم وسلمهم. يبقى تفتكروا مش هيكمل فضله علينا؟ لا هيكمل فضله علينا، وهيعيننا وهيقدرنا وهتشوفوا. طبعا الله أكبر. انتوا هتشوفوا كتير قوي صدقوني. هما في حرب معانا على طول، هما في حرب معانا على طول والله. هما مش فاهمين ومش عارفين، لكن هما في حرب معانا على طول، ودايما كل الادوات اللي ممكن تستخدم بيستخدموها. نكذب، نغش، نقول إشاعات. لو نقدر مش ده هم بقى، أنا بتكلم أكن يعني الكذب والافتراء والادعاء والتزوير والتزييف ده منهج. وأتصور إن إحنا كمصريين، أتصور إن إحنا
يعني بقينا عندنا حصانة بقى؟ هو احنا لسه يعني ساعات المعنيين بالموضوع ده يقول لك المواقع التواصل فيها وفيها وفيها، اقول لهم خلي بالكم المصريين بقالهم 10 سنين عايشين في الكلام ده. انتوا خايفين ازاي؟ خايفين ازاي اذا كان المصريين بقالهم 10 سنين بياخدوا ال بياخدوا بياخدوا الكلام ده اول، فهم بقوا فاهمين كويس قوي اللي بيتعمل. لكن والله انا بحلف بالله، انا زي ما قلت كده الاول، ليه مش قلقان؟ عشان ربنا وكفى به، ثم عشانكم انتوا، عشان انتوا، عشان كل اسره مصريه واقفه، هقولها بقى المره دي، واقفه جنبي، واقفه جنبي.